طيب تعالوا نتكلم على بعض الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا، ونشوف ايه الجديد ونعلق عليه كمان زي ما حضراتكم متعودين دايما. حساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر بيقول هدفين وتمريره حاسمه ومشاركه في الهدف، في هدف اخر بيرسي تاو يفوز بتصويت افضل لاعب في لقاء الاهلي وفاق الصيف بذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بصراحه يستحق لانه عمل مباراه كبيره، وهو ده بيرسي تاو. وفي احسن من كده كمان نسخه لبيرسي تاو هننتظرها خلال الفتره اللي جايه، لعيب كبير بامكانيات وكواليتي عالي جدا، ان شاء الله باذن الله يكون موفق اكتر واكتر بعد فتره كانت صعبه جدا عليه وعلينا بصراحه ما كانش ماشي فيها بشكل كويس. يعني اليوم السابع حسابه على فيسبوك الاهلي يحذر اللاعبين من التهاون امام وفاق ستيف بالجزائر بعد رباعيه القاهره. طبعا مفيش تهاون ولا حاجه، وتاني يا جماعه العقليه والثقافه بتاعت لعيبه الاهلي بجمهور الاهلي هي واحده، مفيش والله بينهم اختلاف، عارفين كويس قوي ان احنا لسه ما تاهلناش، عارفين كويس قوي ان كل شيء وارد في كره القدم وشفنا امثله لكده كتير جدا، عارفين كويس قوي ان فريق وفاق ستيف فريق قوي وفريق محترم، انت كنت اقوى منه في القاهره وفرضت اسلوب لعبك ورتمك وكل حاجه وعملت مباراه كبيره جدا وسكور عالي قوي، لكن في نفس الوقت الفريق ده هيلعب على ملعبه وسط جمهوره، عنده لسه بعض الامال، ممكن ما تكونش كبيره طبعا بحكم النتيجه، لكن اكيد هيحاربوا واكيد هيعملوا كل اللي عليهم عشان يحاولوا يعوضوا فرق الاهداف يعني، لكن لازم احنا نكون مركزين ولازم احنا نكون عارفين كويس قوي ان احنا لسه ما تاهلناش للمباراه النهائيه. عشان تتأهل المباراة النهائية منتظرين نتيجة إيجابية، يا ريت تكون الفوز طبعا في الجزائر أو نتعادل حتى، المهم إيه؟ إن إحنا نتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. فاللاعبين يعني عارفين كده كويس قوي قوي وفي انتظار مباراة يوم السبت إن شاء الله عشان نتأهل من خلالها بشكل رسمي. كورة بلس حسام على تويتر بيتكلموا عن الأهلي وضح موقف عبد المنعم قبل لقاء وفاق ستيف. محمد عبد المنعم يا جماعة بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة لحد هذه اللحظة هيكون موجود مع بعثة الفريق هناك في الجزائر، خلاص يعني تماثل للشفاء بشكل كبير جدا، يقدر ان شاء الله باذن الله تعالى ان هو يشارك على حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في ظل طبعا تواجد مدافعين مميزين في الفريق، قدم مباراه كبيره الماتش اللي فات ايمن اشرف وياسر ابراهيم المميز قوي بصراحه، وايمن طبعا مدافع كبير، فبالتالي هتفضل او هتبقى الرغبه او القرار عند موسيماني، لكن هو خلاص اصبح جاهز باذن الله وكان عنده بعض الالام في العضله الضمه بس ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه. المصري الرياضي مدرب وفاق ستيف قال ان حسين الشحات افضل لاعب في الاهلي، وبصراحه حسين عمل ماتش حلو قوي قوي الماتش اللي فات، وبقاله فتره هو ده حسين الشحات اللي احنا نعرفه، اهداف مؤثره، اداء جيد، اسيستات، شغل كبير على المرمى، ما كانش موفق الماتش اللي فات في الكوره كانت حلوه قوي قوي عملها في البعيده جت في العارضه وكانت قبليها بتاعت احمد عبد القادر، فحسين في الفورمه بتاعته في الفتره دي وعنده كمان احسن من كده بكتير لانه لعيب كبير قوي قوي يعني. ف يعني داركو نوفيتش المدير الفني لفريق وفاق ستيف اشاد بيه حسين بشكل كبير جدا. يلا كوره رئيس وفاق ستيف، وانا عايز اقف عند التصريح ده لان بحب دايما الصراحه مع النفس والله بجد، اهو حتى في كره القدم يعني لما تلاقي رئيس وفاق ستيف قال لك الاهلي متقدم على الانديه الجزائريه ب 50 سنه بخمسين سنة، إذا الراجل ده إيه؟ الراجل ده عارف ومقر بفارق الإمكانيات، ودي بداية بالمناسبة دي بداية الدعم والتصحيح وبداية فترة هتكون كبيرة لفريق وفاق ستيف. وافتكروا الكلام ده لما يكون رئيس النادي نفسه قال إن الأهلي هو أفضل فريق في أفريقيا أو أفضل مننا بمراحل وسابقنا بكتير جدا بخمسين سنة، وأنا هقرا لحضراتكم التصريحات، قال إيه؟ واجهنا فريقا قويا ويمتلك عدد أو عدة لاعبين دوليين في صفوفه، من سوء حظنا أنه كان في أفضل حالاته في حين كنا نحن غائبين تماما عن المباراة، لعبنا بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة بعد طرد اللاعب أمير كراوي وهذا لم يسهل مهمتنا، تعرضنا لخسارة مهينة ولا يجب أن نلوم المدرب فيما حدث لانه يعني بقاله 20 يوم ماسك المهمه بتاعه الفريق، اذا كان هناك مسؤولون عن هذه الهزيمه بص بقى الواقعيه والصراحه مع النفس فالمسؤوليه تقع بالدرجه الاولى علينا نحن. واشد صرار اللي هو الرئيس النادي وقائد فريق وفاق ستيف الاسبق بالمستوى الذي وصل اليه الاهلي قائل انه تقدم على افضل الانديه الجزائريه ب 50
عام. الأهلي أكثر من نادي، فهو مؤسسة كبيرة، حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية بعيدة كل البعد عن هذا المستوى. واعترف كمان بصعوبة مهمة وفاق سيف مباراة الإياب المقررة من السبت المقبل على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، مؤكدا أن اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لحفظ ماء الوجه. أنا بحترم جدا التصريحات اللي زي دي، وممكن حد تاني كان يطلع يقول لك إيه؟ يطلع يقول لك أصل إحنا اتطرد من عندنا لعيب، اصل الحكم مش عارف ايه. لا، الراجل اتكلم على ان فعلا امكانياتنا لازم نركز معاها ونطورها، ولازم ان احنا نحاول نوصل للاهلي. فاعتقد الفتره الجايه هتكون فتره كويسه جدا بالنسبه للفريق وفاق ستيف الجزائري. طيب خلينا نكمل اخبار النادي الاهلي ولا هنروح لفاصل؟ اخبار النادي الاهلي، الخبر ده مهم جدا. الوطن الرياضي حسام على الفيسبوك بيقولوا ان الاهلي يحذر اليو ديانج من العروض الوهميه. بصوا يا جماعه، اليو ديانج من اللعيبه المحترفه جدا جدا جدا، واللي مركز قوي مع الاهلي، وانا مش بقول كلامه خلاص، انا بقول كلام انا شفته عن قرب. في عز ما كان الكلام على ديانج ان جاي له عروض من بره، الراجل ما كانش بيفكر في العروض دي خالص، وكان كلها يعني ما فيش عروض رسميه الا قليل القليل يعني. لكن في عز التوقيت ده هو كان مركز مع الفرقه وعارف اهدافه محدده كويس جدا، وعارف المطلوب منه ودوره وواجباته مع الفريق. فبالتالي ديانج مركز، ومفيش اي عروض حتى رسميه جت للنادي الاهلي خالص خالص، ولو في عروض بتبقى شفويه او عن طريق وكلاء، وده مش لديانج بس، ده مع كل لعيبه مصر او مع كل لعيبه العالم. فاحنا في مرحله مهمه ومفيش كلام من هذا المنطلق او من هذا او بهذا بخصوص هذا الصدد يعني، والتركيز كله من خلال ديانج وكل زمايله في الفرقه منصب نحو تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا ونحو تعديل المسار في بطوله الدوري بعد الاخفاق في 3 مباريات متتاليه. الاخفاق بالنسبه لنا الخساره زي التعادل بالنسبه لنا احنا كده يعني. طيب دي كانت اخبار الاهلي اللي بتتعلق بكره القدم. بعد الفاصل بقى هتكلم على فرقه اليد، لان لازم نحييهم ونشكرهم وندعمهم ونساندهم وننتظر منهم الكثير والكثير بعد الفوز بالسوبر افريقيا على حساب نادي الزمالك بالامس. استنونا بعد الفاصل.